اولا الملف الاستراتيجي الملف الكبير بين المغرب والجزائر هو ملف الصحراء لان قلنا مفاوضات بدون حوار بدون شروط حوار بين المغرب والجزائر بدون شروط هذا كان واضح هذا هو الملف الكبير ولكن اعتقد بان الجزائر اذا قبلت هذه المبادره معنى هذا الدوله الجزائريه يجب ان تتغير لانها ارتكبت خطأين الخطا الاول بدت عداءها منذ البدايه منذ استقلالها بنت العداء بنت اللعبه السياسيه على العداء المغرب وطعمت هذا العداء بخلق كيان البوليزاريو الذي توظفه ضد المغرب إذا تكلمنا بمنطق الجغرافيا أكيد ما حينما تعلق أنتيدوفيا موجود على أرض جزائرية طبيعة الحال أكيد وأنه الداعم طبيعة الحال الاستراتيجي والعسكري طبيعة الحال من زاوية أخرى أكيد أنه يمكن أن للسياسة أن تضع حدا طبيعة الحال لهذا النزاع في بعده العسكري وفي بعده الاستراتيجي طبيعة الحال والمفاوضات هي المدخل الأساسي ليس إلا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي